السلام عليكم، اهلا بكم. انا سحر بدر. ان شاء الله هنكمل النهارده الوحده الثانيه او الدرس الثاني من كتاب سبيكتروم. هيكون كتاب الكورس بوخ الخاص بصفحه 27 ونص صفحه 28. يلا بينا. صفحه 27 في كتاب الكورس بوخ. كتاب الكورس بيغوف اللي هي مهنه وندوا فاميليا. فاميليا المقصود ده العائله. طبعا هقول لكم على الادوات بتاع الاسم. كل اسم لازم يتحفظ دلوقتي بالاداه بتاعته، فاهم حاجه يا شباب تكونوا واخدين بالكم منها. الاسم يتحفظ بالاداه بتاعته بالجمع بتاعه. الجمع ان شاء الله ناخده المره الجايه. الحاجات دي برضه تبع المدرس، هقولها لكم على السريع كده. اينجا يعني بعد بيغوف المهن und tätigkeiten انشطه لينين اذكرها. über den beruf sprechen يتحدث عن الوظيفه بتاعته. تمام. Gegenstände أشياء أو بيروف من المهنة أو الوظيفة und Alltag واليوم بتاعك بنينن بتذكرها. Zahlen verstehen Zahlen اللي هي الأعداد verstehen تفهمها. ناخد المرة الجاية الأعداد 1 2 لحد يعني 100 und sprechen وتحدث. Einfache Informationen يعني einfach بسيطة Informationen معلومات über Länder عن البلاد und Sprachen واللغات. Einen Text über نص über عن eine Familie عن العائلة verstehen تفهمه. über eine über den Familie über den Familienstand. Familienstand اللي هي الحالة العائلية، انت اعزب ولا متجوز ولا ايه يعني ولا مخطوب. und verwandte sprechen نتكلم عن الأقارب. ein kennenlernen Gespräch führen kennenlernen Gespräch مقصود بيها محادثة تعارف. führen يعني يجري، تجري محادثة تعارف، انت اسمك ايه وانا اسمي ايه ومنين وكده. طيب نبدأ بقى اول جزء عندنا في الكتاب اللي هو بيقول ايه هنا. berufe mehen und tätigkeiten وانشطة. hören استماع، يبقى الاستماع عندنا هنا رقم 15. hören استمع und lesen sie واقرا. يلا بقى كده نقرا. انا خلي بالك هو عامل ايه هنا بالظبط الصوره، وعامل ايه جايب اسم في الاول هاينز، وبعدين جايب لي هنا ضمير عايد عليه ايه. طيب هاينز ist künstler. künstler يعني بيكون فنان، فنان تشكيلي مثلا. فشال كلمه هاينز وحط مكانها ايه. ايه مالت بيلدر، هو بيلون صور. مالن معناها اللي هو يلون. هاينز ist künstler ايه مالت بيلدر. اوتو ist كلنر. كلنر اير بدينت جيستا. اوكي. اوتو است كيلنر. اوتو بيكون كيلنر جرسون او نادل. ايه شال اوتو وجاب مكانها ايه. ايه بيدنت، هو بيخدم على جيستا هم الضيوف او الزبائن يعني في المطعم. دكتور يونغ. دكتور يونغ است ارتست. انت زوخت. انت زوخت. انت زوخت بوتين باتسينت. خلي بالك كلمه مش هقول باتسينت، لا التي ايه لما بيجوا ورا بعض في بعض الكلمات في الالماني بتتنطق سين. باتسينتن. التي ايه بتتنطق سين. باتسينتن. دكتور يونغ. دكتور يونغ است ارتست بيكون طبيب. ايه هو untersucht يفحص باتسينتن. يعني اللي هم المرضى. اول است انفورماتيكا. انفورماتيكا مهندس برمجيات يعني او مهندس كمبيوتر. ماشي. انفورماتيك. اير انتفيكلت. انتفيكلت. اير انتفيكلت كمبيوتر شبيل. اوكي. باول است انفورماتيكر. باول بيكون مهندس كمبيوتر. ايه هو انتفيكلت بيطور كمبيوتر شبيل اللي هي العاب الكمبيوتر. فراو كيلر است ليرن سي انتريست كيلر. Frau Keller ist die Lehrerin, Mudarrisa, sie unterrichtet. Unterrichtet معناها يدرس. Kinder للأطفال. Frau Müller arbeitet als assign assistentin. الجملة بص كده. في الألماني عندك لما الكلمة يجي يكملوا بقيتها بيعملوا شرطة كده ويكتبوا بقية الجملة كده. الكلمة هنا لو لقيت شرطة كلمة مكتوبة وبعدها شرطة يبقى بيكمل الكلمة في السطر اللي بعده. Assistentin. Assistent. تن. ماشي. assistentin. assistentin. yeah. sie schreibt viele E-Mails. ok.
اوكي فراو مولا فراو مولا ارايتد بتشتغل اس اسيستنتن كمساعده زي شرايبت هي بتكتب في لي ايميلز يعني ايميلات كتير مساعده الدكتور مساعده في مكتب اسمها اسيستنتن كنوت است ستودنت ستودنت يعني طالب طالب ده من اول الثانوي ايا ليست هو بيقرا في لي بوشر يعني كتب كتيره ايا ليست يعني يقرا في لي بوشر يعني كتب كتير الفعل ده ان شاء الله ناخده المره الجايه لازم ده التصريف بتاعه ايه لان تصريفه هير فابي فابي اربايتد فالس ارشيتكت هير برزنتيرت برزنتيرت اوف ذا بروجكت 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 هير فابر اربايتد بيشتغل الس ارشيتكت مهندس معماري ارشيتكت ايه هو برزنتيرت برزنتيرت يعني بيقدم اوف في الغالب بروجكت مشاريع ايفا از ذا انجينير Ingenieurin. Sie konstruiert. Ja, konstruiert. Autos. Solarautos. Sie hat viele Besprechungen. Eva ist Ingenieurin. Ja, Mohandisa, Ingenieurin. Sie konstruiert. كونستروويات يعني بتصمم سولار اوتوس زولار اوتوس عربيات اللي هي بطاقة شمسية زي هات فيلي بشبريشونجن زي هات يعني هي عندها فيلي كثير من بشبريشونجن اللي هي اجتماعات بشبريشونجن نحاول كده اللي احنا ايه نسمع الجزء ده كده منهم هاينز ist Künstler malt Bilder Otto ist Kellner bedient Gäste Dr. Jung ist Arzt. Untersucht Patienten. Paul ist Informatiker. Entwickelt Computerspiele. Frau Keller ist Lehrerin. Sie unterrichtet Kinder. Frau Müller arbeitet als Assistentin. Sie schreibt viele E-Mails. Knut ist Student. Liest viele Bücher. Herr Faber arbeitet als Architekt. Präsentiert oft Projekte. Eva ist Ingenieurin. Sie konstruiert Solarautos. Sie hat viele Besprechungen. صفحة 28 يا شباب. Zwei Berufe, اللي هي مهن. Wie heißt, ماذا يسمى, die andere Form. Andere, اللي هو آخر. Form, الشكل. عاوز يجيب مؤنث ومذكر يعني. Ergänzen Sie Akmel. طيب جاب هنا ايه دي كونستلر كونستلر اللي هي فنان قال هنا ايه كونستلرين صح ده اي ان وغير الاداه اللي هي دي طب كلمه هيقول ايه يا شباب ها ديك حط لها اي ان يعني هقول هنا بص كده معايا في ادي كلنرين هتبقى شكلها كده ماشي كلنرين ماشي يا شباب تمام يعني أيوة. الأداة اللي هي دي وحطينا الاي ان كيلنرين ماشي طيب دي ارتستن يعني هو كلمة طبيب أصلا خلي بالكم كلمة طبيب أصلها كده ارتست شايفين النوت اللي هي ظاهرة لحضراتكم دي ده ارتست مقصود بيها اللي هي ايه طبيب لما عمل المؤنث بتاعه شوفوا عمل ازاي قال هنا دي غير الأداة وكتب كلمة ارتست ماشي هيت حطي لها اي ان تمام زي ما احنا متفقين الاداه والاي ان بس قال لك لا في حاجه الطبيب بتبقى مغايره شويه انا لازم احط املوت على الاسم نفسه اللي هو الاسم المؤنث ماشي هي هتبقى شكلها كده ارتستن بس احنا في الغالب المؤنث بنغير الاداه ونحط اي ان ما بنحطش املوت يعني ولا حاجه بس الاسم ده يعني حاجه يعني غير قياسيه ده ارتست طبيب دي ارتستن طيب اللي بعدها دي انفورماتيكا غين انفورماتيكرين مقصود بقى ايه اللي هي مهندسة برمجيات مذكر هيكون ايه دي انفورماتيكية هتبقى دي انفورماتيكا انفورماتيكا شو اللي قوم دي انفورماتيكا ماشي كده طب اللي بعدها دي ليغا دي ليغا نحط ايه ان في الاخر نحط ايه ان في الاخر ونغير الاداة طبعا دي ليغا غين طيب اللي بعدها دي اسيستنت هتبقى دي اسيستنتن
der assistent اللي هي مساعد هتبقى دي assistenten دي assistenten دي studenten طالبة دي studenten المذكر هيكون ايه student دي student تمام architekten architekten architekt صح دي architekt دي دي انجينيور مهندس دي انجينيورن دي ان انجينيورن ماشي كده يا شباب عاوز ايه من الجزئيه ديت منين زي منين يعني اذكر رقم بي منين يعني اذكر زي حضرتك دي بغوف المهن قايل هنا ايه كيرستن ستوديات يوغا كيرستن بيدرس ستوديات يعني يدرس ما بيجيش غير مع الجامعات ستوديات يدرس يوغا اللي هي الحقوق سبيتا بعد كده أربايتت زي هي هتشتغل ألس يوغستن اللي هي إيه محامية هنا قالك هو هيدرس حاجة وبعد كده هيشتغل المهنة دي ففي الجنب هنا عاوزين نشوف في الأول إيه المهن عشان نقدر نضيفها جورناليست أو يورناليست معناها صحفي ديزاينرين اللي هو مصممة كيرشن طباخة يوغستن اللي احنا خدناها هنا معناها محامية فيزيكا معناها يعني فيزيائي ماتيماتيكارين اللي هي علامة أو بتاعة رياضيات يعني موزيكا اللي هو بتاع موسيقى تمام هي الجمل يلا بقى معايا عشان نكتب الجمل بقول لك هنا ايه يوهان ستوديات موسيقى يوهان بيدرس موسيقى ستوديات موسيقى هنكتب هنا ايه شبيتر بعد كده اربايتت ايه الس هو يشتغل كه يشتغل ايه موسيقى شبيتر يبقى هو موسيقى يبقى اشتغل في الاخر ايه هتبقى يبقى تاني واحده يبقى الحل بتاعها موسيقى ماشي اللي بعدها ماس فيزيكا الس فيزيكال صح فيزيكال نوت ايه فيزيكال مارجت ليرنت كوخن شبيتا اربايتت الس كوشن بتتعلم الس كوشن هتبقى طباخه كوشن صح مارتينا استوديغت ماثيماتيك ماتيماتيك استوديت ماتيماتيك بتدرس رياضيات شبيتا اربايتت زي الس ماتي كارين جورج ستودير جورناليستيك جورج بيتنطق بالألماني جيورج مش جورج جيورج ستوديات جورناليستيك جيورج ستوديات جورناليستيك يعني جورج بيدرس علم الصحافة جورناليستيك جيورج ستوديات جورناليستيك ابايتت الس جورناليست جيورج ستوديات جورناليستيك تمام سبيتر ابايتت الس جورناليست هتبقى جيورج ستوديو جورناليستيك سبيتر اغبايتد الس جورناليست اوكي يوفونا اشتوديرت الديزاين شبيتا اربايت الس اربايت زي بقى اربايت زي ديزاينر هنا هو المفروض هنسينا الضمائر هنا ثواني بس كده مارجيت ممكن تكون واحدة ماتيماتيك مارتينا هتبقى زي جيورج هتبقى اربايتت اير الس لازم هنا الفاعل والجمله بتت زي الس هتبقى ايه ديزاينر فعل الفعل بس لازم يتكتب يا شباب كده نكون انهينا حلقتنا النهارده اتمنى اكون افدتكم يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده السلام عليكم. Thank you.